السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي؟ فيديو جديد من قناة دروس انجليش. ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم منهج كونكت فور الصف الرابع الابتدائي الترم الاول من كتاب ستيب اهيد. ان شاء الله النهاردة هنبدأ في يونت 6 اخر لسن في المنهج. خلصنا الكتاب قبل يعتبر ما الدراسة تبدأ او في بداية الدراسة باسبوع، الحمد لله. هنراجع عليه تاني وهنعمل حل الملحقات اللي مع الكتاب، ان شاء الله يكون في مراجعة كويسة. عنوان يونت 6 What do you do؟ بمعنى ماذا تفعل؟ What do you do؟ تعالوا نشوف الفوكابلري بتاعتنا. Lesson 1 نشوف أهم الفوكابلري اللي معانا. Education. Education. Education يعني تعليم. Education. Guide. Guide. Guide يعني مرشد. Tourism. Tourism. Tourism يعني سياحة. Geologist. 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 تاني. Geologist. Geologist يعني عالم، عالم جيولوجي. أوكي. عالم أو جيولوجي. عالم جيولوجي. Geologist. Geologist. Farming. Farming. Farming يعني الزراعة. Engineer. Engineer. Engineer يعني مهندس. Fishing. Fishing. Fishing الصيد. Principal. Principal. Principal يعني مدير مدرسة، اللي هو المسؤول. Principal. Mining. Mining. Mining يعني التعدين. Mining. Librarian. Librarian. Librarian يعني أمين المكتبة، اللي هو الشخص المسؤول عن الكتب في المكتبة. Librarian. Energy. 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 طاقة. Fisherman. Fisherman. Fisherman يعني صياد. نقرأهم تاني. Education. Education. Guide. 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 Tourism. 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 Geologist. 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 Farming. 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 Engineer. Engineer. Fishing. Fishing. Principal. Principal. Principal اللي هو المسؤول عن مثلا مدرسة. Mining. Mining تعدين. Mining. Librarian. Librarian. Energy. Energy. Fisherman. Fisherman. اوكي. الجزء التاني بقى Special Metals. Special Metals. Special Metals يعني معادن خاصة. Industry. Industry. Industry يعني صناعة. Cover. Cover. Cover يعني نحاس. Industries. Industries. Industries يعني صناعات. Iron. Iron يعني الحديد. Transportation. Transportation. Transportation النقل. Coal. Coal يعني الفحم. Tractor. Tractor. Tractor اللي هو الجرار. Wave power. Wave power يعني طاقة الأمواج. Wave power. Nets. Nets اللي هي الشبكات، زي مثلا شبكة النت، شبكة العنكبوت. الشبكات. Nets. Wind turbines. Wind turbines. Wind turbines. توربينات تدور بالرياح. Pack. Pack يحصد. Wind farm. Wind farm مصنع توليد الطاقة من الرياح. Wind farm. Farmer. Farmer فلاح.
farmer. Go out. Go out. Go out يعني يخرج. Fish. Fish يصطاد. Take out. Take out. Take out بمعنى يستخرج. Connected to. Connected to. مرتبط ب أو متصل ب. Connected to. Come back. Come back يعود أو يرجع. Factory. Factory. Factory مصنع. Look after. Look after يعني يعتني ب. Look after. Market. Market. السوق. Make sure. Make sure يتأكد. Ground. Ground. أرض. Sell. Sell يعني يبيع. History. History يعني تاريخ. History. Send. Send. Yourself. Send. Rocks. Rocks يعني صخور. Turn. Turn. تدور أو تلف. Library. 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 مكتبة. Sound. 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 تبدو. Information. Information يعني معلومات. نقرأهم تاني سريعا. Go out. Fish. Take out. Connected to. Come back. Factory. Look after. Market. Make sure. Ground. Sell. History. Send. Rocks. Turn. Library. Sound. Information. نبدأ بقى في جزء read and learn. نشوف read and learn النهاردة بيتكلم عن ايه. هنا number one كل واحد هنا بيتكلم عن نفسه. number one هنا واحد بيتكلم، اتنين منفصل، تلاتة لوحده، كل واحد هنا جزء مختلف. نشوف number one ده بيتكلم عن ايه. واحد صياد بيحب الصيد اهو. I wake up very early every day. بيقول لنا ان هو بيستيقظ مبكرا، بيصحى من النوم بدري جدا كل يوم. I go out بيطلع برا او بيخرج. On my boat على المركب بتاعه، بيطلع على المركب بتاعه. And fish وايه وبيصطاد. Then بمعنى هنا ثم. In the afternoon ثم بعد الظهر. I come back and sell my fish in the market. بيرجع وبيبيع السمك بتاعه في السوق. أخذنا كلمة market بمعنى السوق. My fish go to restaurants. السمك بتاعي بيروح المطاعم. And homes والبيوت. All over the world في كل أنحاء العالم. All over the world. أوكي أوكي. يبقى أول واحد هنا بيقول لنا إن هو بيصحى بدري، بيخرج يصطاد على المركب بتاعه، بيرجع بعد الظهر يبيع السمك بتاعه في السوق، وبيقول لنا إن السمك بتاعه بيروح المطاعم والبيوت في كل أنحاء العالم. نمبر 2 هنا بيقول I grow oranges. بيزرع إيه؟ بيزرع برتقال. All year طول السنة. I look after the trees. أخدنا إن look after يعني يعتني أو يهتم. The trees بيهتم بالأشجار. And I give them water and energy. وبيديهم إيه؟ بيديهم مية وبيديهم طاقة. Then in October في شهر، ثم في شهر أكتوبر. I pick the fruit. هنا pick بمعنى يحصد. يحصد إيه؟ أو يلتقط الثمار طبعا إيه؟ الفاكهة. I send a lot of fruit. بيبعت الكثير من الفاكهة. To factory to make orange juice. للمصانع هنا factory، المصانع علشان يعملوا منها عصير البرتقال. I also sell some of my oranges to the supermarkets. وبرضو بيبيع بعض الأورنجز بتاعته اللي هو البرتقال بتاعه لإيه؟ للسوبر ماركت. Number 3 I am a guide. أخذنا guide بمعنى مرشد، يبقى هو شغلته مرشد. I work in the tourism industry. يعني إيه tourism industry؟ يعني صناعة السياحة. بيعمل في صناعة السياحة. People come to my country. الناس بييجوا لبلدي.
And it's my job to explain the history. ووظفتي إن أنا أشرح لهم التاريخ. And tell the tourist. وأخبر ويخبر السياح lots of interesting stories. بيخبر السياح إيه الكثير من القصص إيه الممتعة. طيب number four. I am a geologist. يعني إيه خدنا geologist؟ يعني عالم جيولوجي. عالم جيولوجي. I study the ground. بيدرس الأرض. And the rocks. والصخور. Under our feet. feet هنا طبعا جمع القدمين. تحت إيه الصخور والأرض تحت رجلينا. I study what is under the ground. بيدرس تحت الأرض. I find special metals. وجد إيه الصخور. Special metals هنا بمعنى معادن خاصة. Okay, and think how we can take the metals. Take the metals. احنا قلنا ان هو بيدرس اللي تحت الارض. وجد معادن خاصة. I سوري يا جماعة. And think how we can take the metals out the ground. وبيفكر في ايه؟ ها بيفكر ان هو ازاي يستخرج المعادن دي من تحت الارض. يبقى هنا بيقول لنا ان هو عالم جيولوجي بيدرس الصخور والارض والصخور اللي تحت ايه تحت اقدامنا وبيدرس ايه ما هو تحت ايه الارض. طيب وبيشوف ايه تحت الارض بيجد ايه معادن خاصة. بيفكر ازاي ان هو يستخرج المعادن دي طبعا عشان نستفيد بيها. Number five. I'm an engineer. هو مهندس. I make sure the wind turbines turn well. لازم ان هو شغلته ان هو يكون متأكد ان توربينات الرياح بتدور كويس جدا. And make electricity. وبتولد كهرباء. Make electricity يعني بتولد كهرباء. The electricity we make goes to thousands of homes. بيقول لنا ان الكهرباء اللي بيولدوها دي بتروح لالاف البيوت. thousands الاف of homes البيوت. Number six. I work in a school library. هو بيشتغل في مكتبة المدرسة. It's my job to look after all the books. مهنته ان هو بيهتم بالكتب. look after قلناها فوق في number two. بيهتم بالأشجار هنا برضو ان هو بيهتم بايه بالكتب. I buy lots of new books. I buy lots of new books. بيشتري كثير من ايه بيشتري كتب كتير. And I help children. help children يعني بيساعد الأطفال. find the information they need. بيساعد الأطفال ان هم يجدوا المعلومات اللي هم ايه اللي هم عايزينها. هنا بقى نبدأ في exercise on lesson 1. هناخد الاكسرسايز على lesson 1. Subtilize the missing letters. طبعا زي ما انا عودتكم بنحفظ الفوكابلوري ونيجي نسمعها لنفسنا كاكسرسايز ايه نمتحن في نفسنا. انا هقوله معاكم oral كده. اول حاجة دي طاقة energy. طيب number 2 education. number 3 guide مرشد سياحي guide. طيب fisherman صياد. اللي بعدها mining التعدين. principal اللي هو المسؤول. farming اللي بعدها هنا قاعدة أمينة مكتبة librarian أمينة مكتبة. بعد كده engineer مهندس engineer. اللي بعدها fishing بيصطاد fishing. طيب عملية الصيد هي اللي fishing لكن الرجل اللي بيصطاد fisherman. نفرق geologist وآخر حاجة tourism السياحة. هنا بيقول لنا choose the correct words. choose number one the fisherman geologist engineer goes out on his boat every morning. بيخرج على المركب بتاعته كل يوم الصبح بدري. fisherman اللي هو الصياد.
ناخد بالنا لو احنا عرفنا كل مهنة بيعمل فيها ايه هنعرفه. Number two, the librarian, principal farmer, grows and looks after trees. مين اللي بيعتني وبيهتم بالأشجار؟ الفارمر، المزارع. Number three, the principal guide librarian works in the tourism industry. بيعمل في صناعة السياحة طبعا الجايد المرشد. The geologist plumber، أخدنا plumber اللي هو السباك، وأخدنا builder اللي هو عامل البناء. Studies the ground and the rocks under our feet. مين هو اللي بيدرس الأرض والصخور اللي تحت أقدامنا؟ الجيولوجيست، عالم الجيولوجيا. The principal teacher librarian looks after all the books. مين اللي بيعتني بالكتب اللي في المكتبة؟ أمين المكتبة، librarian. Number six, the guide librarian principal looks after his school. بيهتم وبيعتني بالمدرسة طبعا ايه؟ البرينسيبل، مدير المدرسة. The engineer fisherman geologist makes sure the wind turbines turn well. مين اللي بيتأكد ان توربينات الرياح بتدور كويس؟ ها، الانجينير، المهندس. The guide works in the education industry، صناعة التعليم ولا صناعة السياحة؟ tourism ولا صناعة التعدين؟ tourism industry، في صناعة ايه؟ السياحة. The farmer works in the، المزارعين بيعملوا في ايه؟ المزارع بيعمل في ايه؟ في صناعة ايه؟ في صناعة الطاقة ولا صناعة الصيد ولا صناعة الزراعة؟ farming industry. The principal work in the principal، المسؤول أو مدير المدرسة بيعمل فين؟ education industry، في صناعة التعليم ولا transportation industry ولا information industry؟ طبعا مدير المدرسة في education. تمام. طيب number 11، the engineer works in the، المهندس بيعمل في صناعة ايه؟ energy، الطاقة. The geologist works in the، عالم الجيولوجيا بيعمل في صناعة ايه؟ ها، tourism ولا farming ولا مايننج؟ مايننج اخدنا ان هي التعدين، ها، هيبقى فين؟ جيولوجيست، في المايننج. نمبر 12، نبدا في نمبر 13. The librarian works in the، مسؤول المكتبه بيعمل في صناعه ايه؟ في صناعه التعليم، education. 14، the fisherman works in the، الصياد، الرجل الصياد بيعمل في صناعة ايه؟ farming، fishing، mining، اكيد في الفيشنج، في الصيد مش في الزراعة ولا في التعدين. number 15، كبر and iron، كبر والايرون are different ايه؟ different ايه؟ different metals، معادن مختلفة، different metals. اوكي اوكي هنا بيقول لنا which industry are the words connected to، بيقول لنا اي صناعة هنا من الكلمات بايه مرتبطة بيه؟ المايننج، المايننج هنا مرتبط بايه؟ والفارمينج والتعدين. ممكن هنا عندنا في التعدين كابر، اوكي، وعندنا ارون، تمام. في حاجة تانية؟ اعتقد لا. طب في الفارمينج؟ ها، في الفارمينج عندنا هنا برضو، عندنا في المايننج الفحم، نسيتها. في الفارمينج، في الزراعة عندنا الانيمالز، عندنا الويند فارم. طب في الفيشنج؟
عندنا النتس، الشبكات، الشبك بتاع الصيادين، وعندنا ايه تاني، وعندنا البوتس. في الفارمنج هنا فوق عندنا التراكتور، الجرار. طيب التوريزم، ها التوريزم السياحة، عندنا فيها ايه النقل، ترانسبورتيشن، والهوتلز، والإديوكيشن، عندنا سكولز. طيب الانرجي عندنا الويف باور. يبقى احنا كده قسمناهم. البرنسبل مدير المدرسة، سوري لسه هتبقى في الإديوكيشن، ما شفتهاش. الإديوكيشن هيبقى فيها مدير المدرسة. هنا يعتبر جايب لكم الكلمات بتاعت الدرس، توزعوها تبع كل صناعة. هنا عندنا التعدين، عندنا هنا الفارمينج، عندنا هنا الزراعة، عندنا هنا الصيد، عندنا السياحة، عندنا التعليم، عندنا الطاقة.